بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية مشكورة غرفة تجارة عمان على مقترح تحديد أوقات الدوام للقطاعات التجارية، ولكن هنا لابد التنويه لعدة أمور مؤثرة حول هذا القرار لو تم. أهمها ماذا سيحدث بقطاع النقل العام، من التكاسي، من السرافيس، من التطبيقات الذكية، إذا تم تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية اللي أصلاً هي معاناتها كبيرة في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. أيضاً أنا بدي أحدد موعد فتح وإغلاق المحلات، سواء من 10 الصبح وحتى 10 مساء أو حتى 8 مساء في ظل هذه الأجواء الحارة. أنت بتعرف الآن الناس بتطلع بعد المغرب تتسوق وتأخذ احتياجاتها بحكم أنه الأجواء حارة؟ متى بدها تلحق الناس تجيب أغراضهم وتشتري وتروع بيوتهم؟ في محلات تجارية متعودة تفتح العصر وتسكر بعد منتصف الليل، كيف بدك تلزمه يسكر على 10 حتى بده يلحق يشتغل؟ انت بتخلق أزمة مرور جديدة فوق الأزمة الحالية الخالقة، وبتحدد أوقات الدوام لأنك بدك تلزم الجميع يخرج بنفس الوقت وتروح بنفس الوقت. يعني إحنا بنحكي مشكورة غرفة تجارة عمان، فعلا مشكورة، ولكن من الاستحالة تحديد موعد لفتح وإغلاق المحلات التجارية لكثرة سلبياتها على جميع القطاعات. كل الشكر، الله يعطيكم العافية.